قال إذا كمل النصاب. يعني الأصل إذا كمل، إن الإنسان إذا أخرج زكاة ولم يكمل النصاب ما تعتبر زكاة، ما تعتبر زكاة. يعني أنا عندي 30 من الغنم وقمت أخرج شاة قلت هذه زكاة؟ لا لحظة، الزكاة تبدأ من 40. قال أدري بس أنا ودي أزكي. ما تقع زكاة، ليست زكاة هذه، ما هي صدقة، تعتبر صدقة لأنه ما كمل النصاب، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة. فالإنسان واحد قال بصلي عشاء الحين، ما تصير، تصلي تقع نافلة، ما تقع صلاة عشاء، ليش؟ ما دخل وقتها. كذلك هذا ما بلغ ماله النصاب، فإذا أخرج فإنه لا تصح منه لأنه لم يبلغ النصاب. نعم.